مساء الخير احبائي واعزائي من قناتكم قناه الملكه والامير. اول تحرك بلاغ برلماني بشان واقعه فيديو سجلت بلكونه التجمع. شيء غريب، شيء مريب ما حدث لسيده التعريه اللي حصلت في الصعيد، السيده المسيحيه. ما تنقلبت هذه الدنيا؟ ما انقلب النواب؟ ما انقلبت مصر مثل هذا ما حدث بالنسبة لنشر فيديو سيدة التجمع. أعلنت النائبة داليا السعداني عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب استياء الشديد تجاه حادث نشر فيديو سيدة التجمع، قائلة إنه يعود بنا إلى أحداث مشابهة كان بطلها ضحية، سواء كان ضحية عنف أو ضحية لانتهاك خصوصيته من قبل أشخاص يقومون بتصوير ونشر فيديوهات لهم دون تصريح منهم بذلك، وأنا معك. وقالت السعداني في بيان اليوم السبت إن الحرية الشخصية حق طبيعي ومصونة لا تمس حسب الدستور، وإن انتهاكها جريمة يعاقب عليها القانون. متابعة: لم يكتف الدستور بالمادة 54 فقط للحث على صون الحرية الشخصية، بل أشار في المواد 57 و58 و59 وغيرها إلى تأكيد حماية الحرية الشخصية للفرد، وعلى أن كل اعتداء على الحرية الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية الناشئة عنها بالتقادم. ورغم ذلك ونسمع هنا وهناك خاصة عبر التواصل الاجتماعي عن جرائم عنوانها انتهاك صاروخ للخصوصية، وأشارت البرلمانية إلى أن فتاة التجمع كانت في البلكونة الخاصة بها متحصنة بستر المسافات التي تقل عن 400 متر وفي دور عالي، لكن من قام بتصويرها استخدم زوم تلسكوبي من المسافة بعيدة، ثم نشر الفيديو، وهو جريمة يعاقب عليها القانون في المادة 25 من القانون 175 سنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث أصبح الهدف من تصوير الفيديوهات هو التسابق لنشر الفيديوهات الغريبة لإعلاء الترند وتحقيق مكاسب على السوشيال ميديا. وقالت إن هذه الأعمال منافية وغريبة على مجتمعنا وشعبنا المعروف عنه بالشهامة واحترام الآخرين وحريتهم، مشيرة إلى أن ظاهرة النهم على الترندات وشهرة التواصل الاجتماعي ما هي إلا آفة عالمية وسيلة جديدة لارتكاب عدة جرائم، ولذلك تتصدى له كافة دول العالم بصرامة شديدة. وطالبت البرلمانية وأنا معها بضرورة معاقبة من قام بتصوير ونشر فيديو سيدة التجمع طبقا للقانون، ليكون تحركا رادعا من الدولة لكل من تسول له نفسه اقتحام خصوصية الآخرين والتلصص عليهم. وأوضحت أن المادة 25 من القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن جرائم تقنية المعلومات تصدت لمثل هذه الوقائع واعتبرتها انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وفرضت عقوبة صارمة على ذلك. واختتمت نحو بصدد تقديم مشروع تعديل للقانون رقم 175 لسنة 2018 بإضافة فقرتين للمادة 25 يكون لغرض منهم التوسع في تجريم وفرض عقوبات رادعة على كل من يقوم بنشر أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لأشياء تخص إنسان. نعم سيداتي إخوتي وأحبائي، كيف نعطي لنفسنا الفرصة، كيف نعطي لنفسنا أن ندين شخص آخر؟ السيد المسيح قال: لا تدينوا أحد، أحبوا بعضكم بعضا، وإن كانت إنسانة مصرية فليقل لنا الحق، إنما إنسانة هي إنسانة أجنبية، إنسانة هذه يعني شيء عادي جدا جدا بيحصل في بلدها، إن كانت من الأرجنتين أو من كوريا أو من أي بلد أجنبية، هي جاية تتفسح، هي جاية تتمتع، ليه أصورها بزوم كبير؟ من حق لسه مش من حقك،
يا جماعة الميديا هي من أجل الثقافة، الميديا هي من أجل الربحية، هي الربحية الصالحة الهادفة، الميديا هي من أجل التطور، الميديا هي من أجل تطوير وتنمية مصر، مصر العظيمة، مصر الكبيرة، ليس لهؤلاء الأشخاص التافهين الذين تتسول نفسهم أنهم يصنعون الشر، يصنعون الخطأ. لقد وصلنا إلى سدوم وعمورة، لولا أن الله قد أعطى الوعد لنوح بكوح قزح أنه لا يقوم بتدمير العالم مرة أخرى، لأقام الله يعني هدم هذا العالم الشرير الذي أصبح مليء بالفساد. الله أصبح العالم مليء بالأوبئة وبالزلازل، ونحن في قرب نهاية العالم. استيقظوا أرجوكم، تيقظوا، اقتربوا من الله، الله هو العليم، لقد اقترب ملكوت السماوات. يا أحبائي وأعزائي، أرجوكم لا تجعلوا من نفسكم الفتنة، لا تجعلوا من نفسكم أن تنشروا الفساد، تنشروا النجاسة. انظروا وتأملوا واعلموا أن أولادكم ينظرون ويشاهدون هذه المشاهدات الإباحية. ليس من حقك أن تتدخل في شؤون الغير، ليس من حقك أن تنظر إلى جارك، ليس من حقك يا أخي. اخرج الخشب الذي في عينك قبل أن تخرج القذر الذي في عين أخيك، قالها السيد المسيح. قبل ما تخرج الخشبة القذر اللي في عين أخوك، اخرج الخشبة. كلنا خطاة، كلنا خطاة. لماذا؟ لماذا هذا العري؟ لماذا البحث عن المشاكل؟ لماذا البحث عن نسقط مصر إلى بئر عميق، بئر به الطين وتتزحلق البشرية؟ أحبائي وأعزائي، لا داعي أن البرلمان والإعلام يتدخل بهذه المرحلة ويتضخم. مرة فين شيماء؟ شيماء وتطلع بطة، والأستاذ شريف الإعلامي يجيب حتة هذا البني آدم اللي مجرد من أغنيته طلع ترند يجيبه. فين العلماء؟ فين الأساقفة؟ فين الشباب المثقفين اللي بيخترعوا عشان تجيب هذا الجاهل اللي كان ببطلون ملهوش لازمة ويقعد يدور على تحت العربية على شيماء البطة؟ يا أيها الإعلاميون، يا أيها الصحفيون، أرجوكم أرجوكم انقذوا مصر، إن مصر أعظم من كل شيء. لقد قال الرب عنها مبارك شعب مصر، وقال الرسول رسول الإسلام ادخلوا إلى مصر آمنين سالمين. إن مصر من أعظم البلاد، إن مصر، وأنا فخور بأنني مصري، إنني فخور بأنني مسيحي، قبطي مصري. أشكركم على محبتكم، أشكركم على استماعكم لهذا الفيديو، ولكم مني كل الحب والتقدير، وأتمنى الخير لمصر العظيمة. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.